عندنا احنا الاثر اول شيء نبدا من انسبكشن سايت لمبر ريجن شيب الريجولر شيب ممكن تشوف الفلور عندنا نكروتيك هيموراجيك فلور مع باس وذ باس اوكي هذا باس هنا هيموراجيك سنترال سكار سنترال سكار طبعا بعدين لازم قبل لا تبدا بالبيشن تلبس الجلافز هذا كنت انديكيت تلبس كذا لازم تلبس الجلافز وتشوف اول شيء تندرنس طبعا بالاطراف اذا فيها تندرنس نفس الكلام اللي قلناه ما تبدا ما توصل في التست الثاني حق البالبيشن غير هذا تشوف الهيت بعد نفس الشيء في الاطراف تشوف الهيت بين المنطقتين بعدين لما تلبس الجلوز اوكي ممكن تشوف الادج حق شو اسمه اندرمايند ايدج اوكي ممكن تشوف حتى تحدد الدبث شو اسمه دبث حق الالسر بس ما نتكلم عن هذا الدبث بس هذا تقريبا اعطي دياجنوسس دياجنوسس ماست كامل يكون تي بي هذا ممكن اندرمايند ممكن